طيب هذا موقف مواقف الكاراتيه ايضا بعد ما اخذت الحزام الازرق وطالع من التدريب وقفت في عندي اشاره وفيه اثنين شباب كانوا بسياره هايلوكس مرفعين السياره المقدمه ورافعين المسجل. انا في حالي انا لفيت عليهم ما اقصد كبسولي بالسياره كبسوني بالنور لحد ما وقفنا عند الاشاره. المهم فتحت الشباك قالوا لبق بعد الاشاره. طبعا لابس بدله الكرتيه كنت حزام ازرق. قلت له قال لا انت لف عينه متعمد بعد الاشاره لبق على جنب. قدمت بعد الاشاره وصفت نسيت اني لابس بدله الكرتيه انا اصلا ناسي فرضوني ما انزل بالحزام. اول ما نزلت من السياره الا واحد امسك الثاني كرتيه لا تروح كرتيه لا تروح بصت عندهم قال لي يا اخي الله يهديك يا اخي ما تستعجل ترى جلى مين زين ايوه قلت تغير الموقف جلت عليهم السكينه قالوا شو الاجال الله يجزاك عارف الروح. انا اذكر اني عندي محاضره في منطقه وكنت عند الاشاره وفيه رجل شاب ورجل لحيته كلها كثير منها ابيض مشطها الشيب والشاب معه عصا والشايب ذا راح زبن موتره معه جيب وسكر الباب وقفله وذاك معه عصا فيقول الولد للشايب كانك رجال فنزل قالوا من قال لك اني رجال ولا عمري شفت الرجوله في حياتي كلها. المهم اعجبني موقفه حكيم أعجبني موقفه فالتقيت به عند الجامعة إذا هو طالع من الإشارة ذي بيروح للجامعة عجيب. وكانت محاضرتي عن الأخلاق وعنوانها أكثر ما يدخل الناس الجنة ومن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فقبلت رأسه قلت أنا أسمع عن حسن الخلق والحين تسمع أنت تنظير لكن أنا رأيت بين يدي الآن موقف في حسن الخلق والحلم. فلما سألت إذا هو شيخ ربعه يعني رجل عميق وعنده لو نبي يسلط سفهاء قومه على هذا الولد وهم هو بمدينة كبيرة يعني تعرفون المدن الصغيرة كلنا عارفنا خويه لكن قال يا شيخ هذا شوف الكلمة الجميلة هذا أرسله الشيطان اللي مرسله الشيطان فلو استقبلته لانتصر الشيطان عليه وعليه. أبي أكبت هذا الغضب اللي عنده أبدا. رديت عليك أنا من قالك أني رجع هونا من الرجولة اللي بتصير عقبها.